فحارة السقايين أيام بتحكي تاريخنا وتراثنا، قالوا عنها في الأمثال كلام ما طلعش من راسنا، ولسه مكملة الحكايات وقلب الحارة باب مفتوح. وحكايتنا اللي هنقولها بتبدأ عند ولاد ممدوح. زمان في البلكونات كنا متعودين نعلق توب، ودلوقتي بقينا خلاص نجيب الجاهز المفروم، تدور المفرمة وإيدك عليها مش سامع حارس، لحد ما يخلص الموسم في آخر فترة من مارس. كل سنة وانت طيب يا عم أيمن. وانت بخير وصحة جيدة إن شاء الله. يا رب يا رب. إحنا وأمة محمد أجمعين. الحمد لله الحمد لله. الشارع شكله جميل والزينة حلوة. عشان انتوا شرفتونا ونورتونا بجد والله. إحنا في حارة السقايين يا عم أيمن؟ طبعًا. إيه الموضوع ده؟ دي حارة السقايين اللي باعوا فيها المية. اللي ما باعوه ما عرفوش يبيعوا فيها المية. اللي باعوا فيها المية. اللي باعوا فيها المية. اللي احنا بعنا المية هنا للدنيا كلها. فعلا. ده ايام بقى اجداد واجداد واجداد. صحيح في حنفيات لسه باقيه في الحارة؟ إيه للاسف كان في سبيل كتير وبتاع واللي هد وبتاع، وكان في سراديب. كان في سراديب. سراديب. فيها مية عذبة، دي سراديب تودي لحد النيل. يعني مياه جوفية سرحة من النيل. انا عندي هنا ثلاث ابار مية عذبة. وبالتالي كانت حارة السقايين. وعندي هنا دي برضه انا عاملها صدقة جارية على روح كل أمواتنا المسلمين أجمعين، دي من أيام جدودي واحنا عاملينها برضه سبيل لله. هنا مية. سبيل هنا. واللي يشرب بق مية من هنا ده يبقى حاجة تانية خالص. طب أنا لازم تشربني مية، مش كله توم توم توم. دلوقتي احنا هنا في أولاد ممدوح، أنتوا كام أخ يا أيمن اللي فاتحين المحل ده؟ احنا كلنا ستة ما شاء الله. أربعة رجالة واثنين واثنين ستات. تمام. والستات بتشتغل برضو هنا؟ في أختي الكبيرة على المعاش، والتانية ست بيت، وأخويا الكبير بقى الأكبر واحد ده عايش في أمريكا. أنت يا عم أيمن وفوق منك مين؟ أنا أصغرهم. أنت أصغر واحد. الشيخ شكري ده أكبر مني. أكبر اللي أكبر منك على طول الشيخ شكري. والحاج سعد ده اللي أكبر من شكري. وبعدين عم سعد. وأخويا أحمد الكبير ده اللي بره. ده اللي في أمريكا. واتنين بنات. واتنين بنات. حلوة القسمة دي أوي. الله يخليك. قسمة جميل. بتعملوا إيه بقى في المحل ده يا عم علي؟ إحنا هنا بنعمل كفتة وطعمية وكبيبة وكفتة السيخ، فرم الجزر، فرم ثوم، فرم بصل، فرم الليمون، فرم أي حاجة نفرمها بالنسبة للتخليل، أسماك، كبدة، كبابجية، طفول، كل المطاعم إحنا هنا سرهم كله معانا. يعني أنت مفرمة صناعي. تمام. يعني مش زي بتاعة البيت، يعني إيه الفرق بين مفرمتك دي ومفرمة بتاعتي أنا مثلا؟ هنا دي شغل تجاري، شغل أكل عيش. كان أيام جدي وأبويا الله يرحمه كان شغل يدوي، ما كانش فيه كهرباء زي النحاسين والعطارين وبتاع الكلام ده. طبعا لما دخلت الكهرباء وبتاع بدأ في بقى في مكان وفي شغل حديث وكده وبتاع، والحمد لله. أنت عندك كام مفرمة هنا؟ أنا عندي واحد اثنين ثلاثة فيهم واحد ميجوز. مفرم بروحين يعني؟ ميجوز. بس تبقى نفس الحاجة؟ لا، حاجتين كل حاجة مستقلة بذاتها. عايز تعرفني على عم سعد عشان نشوف مين كمان شغال؟ الحاج سعد. ينفع يا عم سعد تنضم لينا في التصوير؟ عم سعد دلوقتي احنا كل اللي قدامنا توم، الصبح كان عندكم حاجات تانية بتتفرق؟ نعمل طعمية. طحن طعمية. انتوا بقى اللي مسؤولين عن الخلطه ولا الراجل بيبقى مجهز لك كل حاجه؟ هم بيجيبوا كل حاجه واحنا بنعملها. يعني زي ايه مثلا؟ زي الفول والخضار والبصل والثوم، كل حاجه بالعيار اللي هو عايزه. اللي هو عاوز. واحنا اللي بنطحنها له. ها وايه كمان؟ انت قلت لي طعميه بتيجي الصبح. وبعد من 9 كيلو تبتدي بقى الفرم الطعميه، كفته واللحم. كفته الكبابجيه مثلا؟ لا، كفته اللي هي الرز. كفتة رز. بس دي لبيوت عادية؟ للبيوت العادية. بيجيبوا اللحمة، بيجيبوا الرز، بيجيبوا الخضار، واحنا بس احنا مخصصين طحن بس. وانت اصلا قلت لي يا عم سعد ان الشغلانة كانت اصلها خالص الطعمية. الطعمية. امتى ابتديتوا تعملوا توم اكتر؟ يمكن حوالي من 40 سنة. 40 سنة؟ ده حاجة جديدة قوي. ده احنا اساس. انتوا اقدم ناس في القصة دي. دخلت الموسم بتاعه التومية ما بتنفعش تخزين. امتى الموسم بتاعه؟ اللي هو يعتبر من اول اتنين، يعتبر من اول اتنين لغايه شم النسيم. اول اتنين دوت ما ينفعش التخزين، التوم اللي بيطلع ما ينفعش ايه؟ يتخزن، بيتشرب. لان يعتبر لو اتقعد سليم هيفصل، هيبقى فاضي خالص. ما ينشفش. مش هي... لا هينشف، هيبقى عامل زي الرقاق. في حبوب ما ينشفش. ايوه، عامل زي الرقاق فوق على الميه. عامل زي البصل. يبقى عامل زي البصل.
طبعا زادت عليها بقى ايه موظفين، هي اللي زودت برضو الايه الشغل معانا. ليه؟ طبعا عاوزين حاجه جاهزه بيفرموا وايه يحطوا في الفريزر، وبرضو في ايام بتبقى ايه التوم ده بيوصل ل 40 و50 جنيه. يعني الناس التانيه ايه يعني هي خدت من هو دلوقتي الكيلو بكام مثلا؟ الكيلو ب 8 دلوقتي بفرمه كله يوصل ممكن ل 50 جنيه. يوصل ب 50 جنيه دي في حاله ايه؟ في اخر اوانه قبل ما ايه يعني في شهر 12 شهر 11 يبتدي يبقى قرب إيه؟ على قرب يخلص من السوق بيبتدي سعره ايه يعني. الموظفين بيساعدت على ايه؟ انت عايزه تعمل حاجه من غير ما تفصص وتطلع من الفريزر السهل الممتاز على طول ايه؟ السهل الممتاز. وانت حاسس ان التوم اللي طالع من الفريزر ده زي التوم بتاعنا ده اللي نعمله كده؟ اهم حاجه الخلاصه اللي جوه بدل الزيت بتاعه الخام موجود ومحفوظ جوه البطرمان مش في كيان في بطرمان برطمانات خلاص يبقى كويس.